عودة إليكم مشاهدينا، ولمناقشة أوضاع الناس تنضم إلينا عبر الهاتف الأستاذة مليحة الأسعدي، المديرة التنفيذي لمؤسسة وجوه للإعلام والتنمية. مساء الخير مليحة، وكل عام وأنتم بخير. مساء الخير عزيزتي آسيا، وكل عام وأنتم بألف خير. مليحة، يدخل رمضان والأجواء مختلفة تماما عما كانت في السابق، كيف يمكن أن تشرحي لنا حالة الناس في استقبالهم لرمضان هذا العام؟ لأول مرة أشعر أن الناس لا يودون استقبال هذا الشهر الفضيل لشدة المعاناة التي يعانونها. الأسعار ارتفعت 3 أضعاف ما كانت عليه في بعض المناطق، وأحيانا نجدها ارتفعت إلى 5 إلى 10 أضعاف في مناطق أخرى، خصوصا التي تحدث فيها الاشتباكات وغيرها. الوضع مأساوي جدا، الجانب الإنساني يحتاج إلى كثير من الجهود التي تعين المواطن على البقاء على قيد الحياة. في الحقيقة أنا لا أكاد أتخيل كيف يمكن للحرب أن تستمر في ظل هذا الوضع الإنساني المزري. الناس يعني يتقاتلون على كثرة ماء للشرب في كل مناطق اليمن. يعني نحاول بقدر المستطاع في مؤسساتنا في منظماتنا أن نضمد بعض هذه الجراح ولا جدوى من هذا الترقية. مليحة، يعني تطلقون العديد من النداءات. نعم. تطلقون العديد من النداءات نتابعها نحن على صفحات الفيسبوك وأعمال ميدانية أخرى، ما الذي استطعتم أن تقدموه لبعض الشرائح، وما الذي تحتاجونه ربما للمساعدة أكثر؟ في الحقيقة الجهود مهما كانت كبيرة وواسعة فإنها تظل جهود قاصرة جدا، لأن حتى الطبقة المتوسطة باتت لا تجد قوت يومها في ظل هكذا وضع. صحيح. نحن مثلا في مؤسسة وجوه للإعلام والتنمية نعتمد على جهودنا الذاتية لإيصال بعض المساعدات، إضافة إلى النداءات التي نوجهها إلى جميع الأطراف بإيقاف الحرب. من يشاهد الوضع الإنساني المأساوي لا يمكن يعني أن يتخيل إلى أي حد باتت حقوق الإنسان هينة أمام العالم أجمع. في الحقيقة حاولنا أن ننسق كثير من الجهود داخل المؤسسة من خلال إنشاء تكتل أو اتحاد أمم الذي يسعى لتنسيق الجهود والرقابة على إيصال المساعدات. حاولنا أيضا أن نجمع بعض التبرعات من المغتربين وعددهم قليل جدا، لأن التبرعات الداخلية باتت شبه معدومة أو شبه يعني شحيحة جدا لعدم إمكانية إيجاد أي موارد من الخارج. هذه التبرعات البسيطة لا تكاد أن تغطي إلا عدد قليل جدا من الأسر. وجهنا مثلا في بداية الحرب قافلة وجهناها إلى أبين، وكانت أول قافلة تم توجيهها إلى هذه المدينة. بعدها أيضا استهدفنا عدد من المناطق في صنعاء المتضررة التي تضررت من القصف بشكل كبير جدا. وفي شهر رمضان المبارك بإذن الله نسعى ونطمح إلى الوصول إلى شريحة أخرى بهدف تخفيف نتمنى عن ما يمكن التخفيف. صحيح، يعني القادر يحاول أن يمد يد العون ولو حتى نفسيا، يعني هناك أضرار نفسية أخرى يعاني منها اليمنيون هذه الأيام. شكرا لك مليحة الأسعدي، المدير التنفيذي لمؤسسة وجوه للإعلام والتنمية. تنضم إلينا أيضا ليلى الشبيبي، المدير التنفيذي لمؤسسة أكول للحقوق والحريات. مساء الخير أستاذة ليلى. مساء النور أستاذة ليلى. الوضع الاقتصادي يتدهور، وكما تحدثت الأخت مليحة وهي من سكان صنعاء، أن الأسعار ارتفعت بعضها ضعفين وبعضها 3 أضعاف وبعضها إلى 5 أضعاف في مناطق أخرى. أيضا النزوح والتكتل في بعض القرى والمدن يؤدي إلى تضاعف هذه المشكلة الاقتصادية. كيف يواجه اليمنيون رمضان في ظل كل هذه الصعوبات؟ من الاشياء المعروف ان السكان اليمنيين ايضا من تقريبا نسبه 80% ان لم يكن من سكان الفقراء او من دون اصحاب الدخل المحدود. وارتفاع الاسعار بالطريقه الهائله التي بدات في المرحله الحاليه تعتبر كحمل على عاتق المواطن البسيط، حيث انه لا يستطيع شراء احتياجاته في الايام العاديه ما بقي الا في رمضان.
خصوصا ان تقريبا ثلاث ارباع السكان لم يتحصلوا الى الان على رواتبهم. صحيح، خاصة مع تعطل بعض الأعمال الخاصة الذي يعتمد عليها كثير من شرائح الناس. أكيد هذا الشيء أكيد، خصوصا إحنا عندنا في عدن، أنا حتكلم بعدن بشكل خاص، حيث إنه تعتبر عدن من المدن المنسوبة والتي تقريبا المواد الغذائية والمورد الغذائي فيها تم استنفاده خلال الفترة اللي فاتت، ومع انقطاع الكهرباء ايضا يعني تزداد المعاناه. اذا شكرا لك ليلى الشبيبي، المدير التنفيذي لمؤسسه اكول الحقوق والحريات.